تم إكاله بقرار من السيد رئيس الجمهورية أنه قطاع السكن يقوم بالمتابعة ما تبقى من إنجاز المشروع. إحنا وقفنا اليوم على وكان لازم نجي للملعب تاع 50,000 مقعد، لأنه قبل المجيء كنا قمنا بأعمال كأعمال كبيرة، إنه حددنا مكتب دراسات وطني مهندسين جزائريين، وقمنا بعمل يعني الإكسبرتيز تاع الشيء اللي راهو موجود. تم ضبط دفاتر الشروط فيما يخص لي في ار دي وفيما يخص لي كورديتا تكنيك، وحنا الان قمنا بطرح الصفقات. ان شاء الله احنا قاعدين نعمل على انه من بدايه الشهر راح تكون عندنا المؤسسه تاع لي في ار دي، ومن نهايه الشهر تكون عندنا مؤسسه تاع لي كورديتا تكنيك. احنا وضعنا في دفاتر الشروط اننا نعمل بنظام تروافويت في المشروع. يعني درك الهم تاعنا الوحيد ولا انشغالنا الوحيد هو اننا ننطلق في المشروع. من العيب انه مشروع كيما هذا يعني اللي ينتظروا كل مواطنين ولايه تيزي وزو وشبابها باش ننتهي من هذا المشروع، هو يعني الاهم عندنا الان اننا ننطلق في المشروع. وفي الانطلاق تاع المشروع يعني بعد ما ننطلق في المشروع راح نحدد رزنمة زمنية مضبوطة مع شركات الإنجاز باش ننتهي من المشروع في أقرب وقت. هل تم تحديد تاريخ لعودة الأشغال بهذه الورشة؟ أنا كنت تحددت أنه بداية شهر أفريل راح نبدأ ننطلق في العمل في ليفيردي، ومن نهاية شهر أفريل إن شاء الله نزيد ننطلق في العمل في ليكورديتا سيكوندير، يعني اللي نعرفها بعامة أن لي سيوتي. احنا في دفتر الشروط كنا وضعنا انه نعمل بنظام تروافويت. احنا الان في مرحله ضبط الاقتراحات تاع المؤسسات بعد لا في دابيل دوف، وراح تكون لو ديلي دي رياليزاسيون راح يكون عنده اهميه كبيره لنا. وشكرا، بارك الله فيك.